أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان خلال اللقاء الذي قامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على أهمية استمرار صرف دعم العمالة للأفراد العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء فترة 6 أشهر. كان موضوع تأجيل الأقساط أو تأجيل الاشتراكات لمدة 6 أشهر، وهذه استفاد منها يعني 16,000 شخص أو أكثر من 16,000، 16,272 هذا آخر رقم عندي، أحدث رقم عندي، اللي مسجلين على الباب الخامس.